مسابقات، هو خلاص هو عدى اعتاد عليها الجمهور معايا، وبدأناها مع بعض، وانا وعدتهم ان احنا هنكملها مع بعض، لان انا شايف ان هم زي ما قلت قبل كده 1000 مرة، يعني ان هم سبب على ربنا سبحانه وتعالى في ان انا بنجح، وان هم بيبقوا داعم ليا وبتاع. فالمسابقات دي تبقى ابسط حاجه انا ممكن اقدمها لهم وبتفرحهم، وخلاص بيبقى في تفاعل بيني وبينهم، سواء في رمضان او بره رمضان او بعد رمضان، يعني طول الوقت الموضوع ده جمعني بيهم. طبعا هنفضل نكمل. هل حابب ان انت حد يشاركك فيها مثلا، ولا هي تكون بتاعتك الخاصه مثلا، ممكن تدخل فيها حته شركات او حد يساهم معاك في ان توسعها اكتر الناس؟ لا، الحاجات دي حابب بيني وبين اخواتي انا، يعني ايوه بحب اعملها انا من نفسي. انا عايز اعرف برضو المسابقات دي فادتك انت كشخص كاحمد، فادتك بايه مش كفنان؟ يعني احيانا بتحصل كرم ربنا، احيانا بتحصل حاجات بنقول ان دي بركه مساعده الغير، ايه بقى الحاجه اللي حصلت في حياتك؟ لا، ما هي بتبقى كرم ربنا بيكرمك اكتر، ربنا بيفتح عليك، ربنا بيكرمك. يعني امتى قلت دي بركه المساعده؟ طول الوقت من ساعه ما طول الوقت. تمام. طيب دايما بيتقال ان معظم اللي كان على السوشيال ميديا، صاموا وسط او خارجوا، بيهاجموا موضوع المسابقات ده، بيقول اللي هو طب ما يعملها في الخفا، ليه بيعملها قدام الناس؟ ليه بيجيب ناس ويتصور معاهم؟ اعمل مسابقه في الخفا؟ حاضر. اجيب متسابقين يسابوا في الخفا؟ لا، يعني هي الناس بتقول لو هو عايز يطلع صدقه او حاجه لازم هو. ومين قال انها صدقه؟ انا ما قلتش انها صدقه، عمري ما قلت انها صدقه. لو ما اقول انها صدقه يبقى تعالى اقول لي جدا. وبعدين يعني خليك في اللي انت فيه، يعني مش انت اللي بيقول ده. خليه في اللي هو فيه. هل احنا ممكن ندعم المسابقه باسئله اكثر ثقافه، بحيث ان كمان ما تبقاش مسابقه يعني يبقى ماديه وفي نفس الوقت تبقى ثقافيه؟ وده اللي احنا بدانا نشتغل عليه. يعني هل ده ممكن؟ ده هي مسابقه خاصه باحمد العوضي واخواتي، فاهم قصدي؟ مش مسابقه ثقافيه. ما انت تدعمها بقى بفكره تدخل عليها الطابع الثقافي، لان انت في الاغلب اللي بيتابعك شباب. اللي هو يبقى انت مدي برضو طابع سنه كده، بحيث الناس برضو بتستوعب معلومات جديده. ده انا حابب انها اخليها في الاطار اللي انا بادي فيها، فدي بالنسبه لي مريحانه اكتر، وما دام هي ماشيه ما تلعبش فيها.